جاي في رجوع انساني، شوف لك موضوع تاني. ارجع لي للي اذاني وعليا بايه، قلب ليش في مواجع وقتك ده خلاص بقى. مش ليا البنا في الشارع علشان ارمي بأمانة مين، افضل لنا حتى دقيقتين. ده كتير على قلبتنا في سوا حواليك. مرحبا اصدقائي، فيديو جديد معكم صابر من فلسطين. في فيديو سابق عملنا تحدي لأغنية لو جاي في رجوع انساني باصوات نسائية. اليوم رح نسمع اصوات شبابية جبارة مثل منير زايد، نادر حمودة، معن برغوت. بس ياريت قبل ما نبدأ الفيديو اللايك يا جماعة بيدعمنا كتير وبيخلينا نستمر، وانكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد وتنضموا لعائلتنا، هالشيء بيشرفنا وبيدعمنا. اغنية بأمارة مين محمد فريد كتير لاقت اعجاب من الناس، انتشرت على السوشيال ميديا، اصبحت ترند وتقريبا اقوى ترند. انا متوقع لها انها تحصل على اكتر من 100 مليون مشاهدة. ما بدنا نطول عليكم، اليوم رح نسمع 5 أصوات، رح أرقم لكم إياها للتسهيل على التعليق. ياريت تكتبونا في التعليقات مين أكتر صوت عجبكم ومين أكتر إحساس وصلكم. خلينا نسمع الأصوات ونرجع، ما بدنا نطول عليكم كتير كتير كتير. الفيديو رائع، خصوصا إبداع هؤلاء الشباب بأصواتهم الجبارة. لو جاي في رجوع إنساني، شوف لك موضوع تاني. ارجع لي للي زاني وعلي بيه، ما تقلب ليش في مواجع وقتك ده خلاص بضايع. مش للبنا في الشارع علشان ارمي. كملها وحيد قلبك من قلبي رميته بعيد. مش بأس عليك سميها ان انا بالحالي وفوق، ومش زي زمان همشي وهرجع لك مرة كمان. سكت انا قلبي وعقلي خلاص بقى كلمة وفوق. لو جاي في رجوع انساني، شوف لك موضوع تاني. ارجع لي ليل يا زمان وعليا بإيه، ما تقلب ليش في مواجع وقتك ده خلاص بقضايا. مش لقلب أنا في الشارع علشان نادر حمودة بالأصوات والإحساس العالي. لو جاي في رجوع إنساني، شوف لك موضوع تاني. أرجع لي للي أزاني وعليا بإيه، ما تقلب ليش في مواجع وقتك ده خلاص بقى ضايع. مش لاقي البنا في الشارع علشان أرمي. لو جاي في رجوع إنساني، شوف لك موضوع تاني. أرجع لي للي أزاني وعليا بإيه. طبعا معن برغوت من الأصوات الرائعة يا جماعة. قلب لي في مواجع وقتك ده خلاص بقى ضايع. مش لاقي البنا في الشارع علشان أرمي. باجي تقول نفتح باب لسنين مفول، معلش مفيش في داي حلول تنفع ترضيك. بامارتني افضل هنا حتى ديتين. ده تقيل على قلب اتنفس هوا بيطير حواليك. لو جاي في رجوع انساني، شوف لك موضوع تاني. ارجع لي للي أزاني وعلي بيه، ما تقلب لي في مواجع وقتك ده خلاص بضايع. مش لاقي البنا في الشارع علشان ارمي. باجي بتقول
نفتح باب لسنين ما يفول معلش مفيش في داي حلول تنفع ترريك بأمانة مين أفضل لنا حتى دقيقتين بكتير على قلبك نافي سوا بيطير حواليك تقريبا لو بغنى جاي في رجوع إنساني بإحساس ديما لك موضوع تاني أخو ديما كامل يا جماعة اللي أزاني علي أيوب أخو ديما ما تقلب ليش في مواجع وقتك دخل وصراحة في شبه الصوت مش لاقي البلا في الشارع علشان أرمي بعد ما سمعنا هذه الأصوات الرائعة كان منير زايد مبدع 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 ومعن كتير جبار ونادر حمودة إحساس فظيع ياريت تكتبونا في التعليقات مين أكتر واحد وصلكوا إحساسه أو إحساس الأغنية اللي سمعتوها في نهاية الفيديو بتمنى أنه يكون الفيديو نال إعجابكم بتمنى أنه تكون الأصوات عجبتكم بصراحة أصوات كتير كتير مميزة لا تقل عن أداء المطرب الأصلي ولا شو رأيكم؟